بسم الله الرحمن الرحيم هبين وناكسن داوضي يالكسو دوادا ورركا عاوة قضبدا برامج كان آن إذي كوهيننا وحاكمي حماس أو مركلا عديسي موقف كو دكو آدن ودا حاجوذي ده يقرشاها عصوب مريكان كو أهربو ده يأكو آدن حاب جوجينتا يس نفسك أما حابيستا رئيس الوزراء إسرائيل لوحو ميشا كساري إن وچر وحشيسا إلا يهدن لقاري وحانا هذا الكلام كسو أذيا يدو إن عيك الدون أي كو أذينا يا نتنياهو إن وعقبت كو يهي هرمان لقا قارو وذا حاج جوديدا إميكا صعدة إيران وحاي سي أذن أغا هذا الشي وراركا مريكان كي يحلفذي سكسو ياري كو أذن إن قانتالا أي سينسي روش كسي أغو أذيك سيدو دقال كي يكرين حزب الله هنا وحاي شاكتي إنا يدقيم عروس كو قادي قدها إسرائيل مدح وين بوتين وحا وكت المامي فشل يقول ويركي عندما ذا يوكرين أيكو قادين متكم إذا قبل ذا وضن كاسي إيه حد كلا له يوكرين الحملها الشينة هي شيء إن كبدن كونتن بليون وكمال جرين أيه كنا تاجر أيه قارض أفريقيا يدو هل كان ووضن كشينة وكسعده شرب ذا حد كشينة أيه أفريقيا قد بدن يكوكر وفافسن يولي بورك دق دقه صار معه يفرقين تأيام إذا كوسو جبنينا برنامج كا ورك عاوة سو قدبنت برنامج كان وحاق عنك جيستي شركة دا حوالد دا اي سفاري ريمت وح شركة حوالدين وفنديدو يهي دا الكيوكي سيادو هشو فافاهن دا رادا ونا اذيك ستو اذيك سفاري ريمت بوقو وبسايت كا شركة دا www.safariremit.com شركة دا نور سلمون اي حرنت يدو تهاي نوروي وحا اتكيه ليسان نوعية دا كالدوان اي كالونكا يساقو فريش اي فروزن با خاصة كلون كسلمون نور سلمون وحايدتك مقاحيها دوكا مدى إيو قناعسيه كلابا له كاقابتريسا كلون كسلمون إيو كلون ككاليه إيو مكريل سودو كلاي وحا تركادة كهليسا سليدة تران أوميغا 3 وهو ناكسن عافيماتك قودة عرورتا إيدتك واوينبا نور سلمون وحايد دلبكا غوكوغو كينيسا ملكستاه واد عالم كاكتشوكتي سيدو قودة سيها بضان لحرير إيميلك يعوان ندا شاشد داكاغا موغدا فرصد مالقشيو دهبية تبتا مالقلين تادو كوغو تابا قليسو هدا توسو عبارتو تاسو او لحرير تو تاور كايد لسان ايسو نيروبي كتاگن مالقشو تبا عاقه اديق يوتبر تادا تاور كا قيب كولا هاو دباد تاسو ديو توبتي مالقشيگاگان تاسا كاگا مسولة مدوني سا اناد قري اما هنتي ما قورتاه سيفودو دقويا لطو مغالادا نيروبي او لعاق تادو كوشا قيسو هدا بكالي قري اما لبا كايبسو تاسا تاور او هد اسمشان يوتمان دباقاهو حفيزك شركة دا تاسا بروبرتس واحا وكويا لا دباق اللباد اد اسمها ساني بلاسا وانقبالا جود نيروبي وحيفا فهيرو ديرادا كلا حرير ايميلكا تلفون دا يبراها بلشدا شاشد دكاغا موضا وعطاهي محمد عدل او ركن اشيكو هيا ايا قدك كوشرة محمد عن كبلون قضبادا وركو قوا وي خليل اليحيى واه مجكم اذا هقام ياشا اررك حماس ايا هذا الوجيدين يكوش ايا انو اررك حماس موقف كيدو وذا هذا اللضع او فاحسن وعاويري مركا لا فيريو ان نتنياهو وكباق صنيو ان هشيس لقارو وحان اذن حقيقين انا نقاقو انتها انا اقبلنو هندسيه وسو جيدي مدحوين بايدن وحاسدو كراقو شاقي ان اينا اباهنين ان ورقضا عصب اي هندسيال عصب ان هشيس قلقو صدرو او انا مرنا باقبالي دوني إذن كإسرائيل وإن لغو خصبا إن أي ميل مريان هشيسكي هوري لو غاري وحماس أي أغباشي وحيابي فقرنا إد كستو عالم كاميدا وحا أي اعتقاد سنتهي لنعا هرتاقن هشيسك إيه وضح إن أي حسوق يان داتك إسلامر كاسنا شروض عصب سود جينيان ويوكسوين سياسة دا ملتريك إسرائيل إيه أه إن دقارك لدردر قليو isla markaasna ay xasuuq cusub geysato xoogna ay ku soo furato maxabiista waxa ay ku dhamaatay guur guul darro mana aha mid waligeed suuroobi doonto maamulka mareykanka waxa waajib ah inuu ka tago in uu iska indha tirayo ama u janjeero dhinaca Israa'il hadii uu doonayo in heshiiskani uu meel mar noqdo kana go'naato heshiiskii la gaaray in uu taageero waxaan idin xaqiijinayaa uu yiri مسؤول كاسكاترسن أورك حماس إن شعب كنا أينن أقولان دونين هشيس كاستن نوع كاستو جاي كله حنيا أما جابس كنا قنيا حقوق ذو ذا أس أسيج
oo ah in dagaalka laga joojiyo isla markaana la isku dayo in la siiyo ciidanka Israa'iil fursad ay ku joogan marinka Gaza heshiiskaas ma aqbalaynu yiri waxaan amaanayaa buu yiri ciidanka geesiyaasha ah ee dagaal yahanada ururka Hamas waxaanan isbogaadinaynaa geesinimadooda iyo sida oga go'an tahay inay qadiyadooda difaacaan waxaanan ballan qaadaynaa buu leeyahay in aan si awood leh u taagnaano miiska wada hadallada oo qodobadeena mooyaane qodobo kale ayna socon waxaa sidoo kale wararka ku jirta gaar ahaan warbaahinta falastiiniyiinta dhinaca caafimaadka ee Gaza ayaa ku waramaya in Israa'iil laba xasuuq oo cusub geysatay oo ay ku dhinteen 17 qof 56 kalena ay ku dhaawacmeen oo isbitaalka la gaarsiiyay maanta dhimashada dadka falastiiniyiinta ee ku dhintay gacanta Israa'iil ilaa iyo inta dagaalkaana bilowday ayaa hadda waxa ay gaartay 4,878 dadka dhaawacaana waxa ay gaartay 94,454. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu oo la hadlayay warbaahinta Mareykanka mid ka mid ah ayaa ku waramaya in Israa'iil ay 100% ku dhowdahay in ay gaarto hadafyadeedii in heshiis la gaaro waxa uu ku sheegay inuu yahay macluumaad aan sax ahayn waxa kale oo uu sheegay in dadka ay xaq u leeyihiin inay mudaaharaadaan Israa'iiliinta hase ahaatee shacabku inay si buuxda u taageersan yihiin mowqifka xukuumadda ay ka qaadatay arrimahan asaga oo ka hadlaya arrimaha mudaaharaadka ka dhacaya magaalada Tel Aviv ayaa waxa uu sheegay dadka dalbanaya in xabad joojin la gaaro ay xaq u leeyihiin inay mudaaharaadaan laakiin xukuumadda si weyn ayaa loo taageersan yahay ururka Hizbullah ayaa xaqiijiyay dhankiisa in uu weeraray diyaarada aan duuliyaha lahayn ku weeraray talis cusub oo taliska 300 loo bixiyay oo loo dhisay ciidamada Israa'iil lagana dhisay koonfurta xerada yacaara ee waqooyiga Israa'iil in ay weerareen warbaahinta Lubnaan ayaa aydana dhankeeda waxay sheegaysaa in artilleriga ama madaficda goobta Israa'iil in lagu duqeeyay galbeedka xaafada ku yaala koonfurta magaalada Mays al-Jabal Iran ayaa ku gacan saartay kuna sheegtay war aan raad iyo raad lahayn isla markaana ku andacoodeen dowladda Mareykanka, Britain iyo Faransiiska oo la xiriira dowladda Iran ay Ruushka ku saaciday hub waxa ayna ku sheegeen Iran waxa ay ku sheegtay hadalkeeda in reer galbeedka wadamada ah ma aha jamhuuriyadda islaamiga ah cidda dheeraynaysa dagaalka ka socda Ukraine oo hub ku daabulaya oo ay ku taageeraan Ukraine waxaa sidoo kale Iran ay sheegtay in wakiilkeeda jooga qaramada midoobay Amir Saciid hadalkan waxa uu kaga jawaabayay wuxuu ku jawaabay warqad uu qoray xogeyaha guud ee qaramada midoobay iyo madaxweynaha golaha qaramada midoobay golaha amaanka ee qaramada midoobay wuxuuna ku sheegay in dowladda Mareykanka iyo Faransiiska ay ku eedeeyeen waddankiisa in uu hubsiyay Ruushka waxaana ku sheegay Iran inay aad uga walwalsan tahay dagaalka Ukraine cidda sii huranaysa in ay tahay wadamada reer galbeedka Iran ayaa waxa ay si buuxda ugu gacan saartay eedeymaha la soo jeediyey waxayna tilmaantay in cidda hubka geynaysa meeshaasi iyo xadgudubyada xeerarka qaramada midoobay ku sameynaysa in macluumaadkaasi uu yahay mid maran habaabin ah waxba ayna ka jirin aas-aasna u lahayn wasiirada jarmalka arrimaha dibadda Annalena
بيربوك أي واحد أي شيء يسادل كذا إنه كوكا عن سيريو إن إسبدر لقصميو حاردة قابها بركيسن أكويا لما قال هذا قدس وحين كنت المانتي فرالك حق جرني مذاه وزير إسرائيل أي شيء يعني إنه يتعامل غير مسؤولية وحا أي شر جرائد وأي لقبتي لقيده ودنك أردن أي من سفادي إن فرينتا أي أدرس إسرائيل إن أي تهاي إن وحا أي كتل ما أنت أرقى حسادة إسرائيل أي شيء إنه كرده قالوا من سجنين يدان تقلبات ما قالوا ينكو ده إن أي تهاي مد لغو بربرونيو كابياشا أرنتا أصنا أي تهاي مدان العقبالي كرينين وراركا عالمكو حاكمي ده مدحوين بوتين أي وحا وشيغي يوكرين دوان أي وراركو سوقات دي gobolka krisk ayna ku guuldareysatay waxayna isku dayaysay in ay ciidanka ruushka ee horumarka ka sameeyay gobolka donbas in ay arqalayso hasa ahaatee taa bedelkeedii waxay noqotay in ukraine nidaamkeedii difaaca oo dhan uu daciif noqday ee ciidanka ruushka ay horumar weyn sameeyaan putin oo ka hadlayay kulan looga hadlayay arrimaha dhaqaala ayaa sheegay in ciidamada ruushka ay riixayaan ciidamada Ukraine kana bixiyeen gobolka Krisk kadib markii ay ku soo qaadeen dagaalkii ugu horeeyay ajnabi ku soo qaado dhulka Ruushka gudihiisa wixii ka dambeeyay dagaalka labaad ee adduunka. Waxaa sidoo kale uu madaxweynaha Ruushku sheegay in askarta gobolkaasi soo weeraray ahaayeen kuwa aad loo soo tababaray kana soo gudbay xuduudka, hase ahaatee difaacyadii Ukraine oo dhan ayaa waxa ay noqdeen kuwa daciif ah ciidanka Ruushkana waxa dardar gashay inay horumar weyn ka sameeyaan Ukraine ciidanka hadafkiisu waxa ay ahayd buuri Ukraine in ay khalkhaliyaan ciidanka Ruushka hase ahaatee ay ka soo baxaan ama joojiyaan horumarka ay sameeyaan si ay dalkooda u difaacaan laakiin daa bedelkeedii waxaad moodaa gobolka Donbas inay horumar weyn ka sameeyeen khidadoodaasna ما أيسن شقينين وها أيضاً وررك كجرتا مدهوينها ودن كشينها شي جين بينغ إن أو بلان قاضي إن أو دردر قلين دونو تاقير هذا شينها أو في دنيو ودن مدى أفريكا حكونا تاقير دونو لعقاريسة كنتن يكو بليون دولار لغونا تاقير دونو كابيال عصب يهندسيال لغو أبوريو إلا يكو دواد هل مليون أوشغو وها dowladda Shiinaha ay muujisay sida ay uga go'an tahay in ay ka caawiso wadamada Afrika xagga kaabayaasha, waxaana bartilmaameedka laga dhiganayaa in Afrika laga gado qalab horumarineed gaar ahaan tiknoolojiyada xagga beeraha oo bay'ada lagu ilaalinayo oo ay Shiinaha shirkadahooda soo saareen. Waxaa sidoo kale wufudda u sheegay madaxweynaha Shiinaha in inka badan kontan wadan oo Afrikaan oo ka qayb gala shirkaasi in ay meel marin doonaan mashaariic gaariya sodomeeye oo lagu dhisayo kaabayaasha laguna xoojinayo qaaradan khayraadka badan Ilaahay ku manaystay lacagaha marka laga fiiriyo dhinaca Shiinaha waxay noqon doonaan 360 bilyan oo yan halka lacagta Mareykanka u dhigmayso lacag ku dhow 51 bilyan odor waagart baahdo ma hasan tahay daawad yashar way baahsan yihiin marka ayayna soo dhaweeyna falaqaynta iyo wararka degdega ah wixii soo kordhayaan ugu gudbeena laakiin qadar hayeesina ma jeceshahay barashada quraanka kariimka iyo culunta shariicada hab casri ah online ah adigoo oo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqada markaas u daaro taqwa waxa uu kugu baraya quraanka hab casri ah online ah maadooyinka aad ka baran karto waxa kamida quraanka kariimka hikada luqada carabiga iyo culunta shariicada islaamka isdiiwaangelintuna waa ay socotaa fadlan horay u gaar wixii faahfaahin ah oo dheer iyo kala xiriir nambarada shaashadda kaaga muuqda
هموغان دوسيغا مركز الدارو تقوى حارونتا عافمات كأي برايفت ووك إن كلينيك وحي برشادة صوماليات وقو بشارين إيسا إنو دوان حارونتا كسو بيري دكتر أكان إفه وآه خبير كسو شقيي هولها عافمات كا مدكة بدن صدن صنو دكتر أكان وحاو ديارو يهي إنو دمان بوكاندا كقابلو حارونتا برايفت ووك إن كلينيك خاصة هدي أي عباشادة دو لحريرتو حارونتا عروشا دي كركا عذرها وضنها كرعة عذرها كرعة دافشيتك هي عذرها جودبة حرونت برايفت ووك إن كلينك وح أكوتها الله قلبت كمجال هذا لندن وحي فافا هنا وح أتكلحريرتا إيميلك تلفون هذا يبرها بالشذا شاشتك كاجا موضع حاتيجا أروز كي حفلة جوردجا يو وركي كان حقيقة حرام يردو حجنا يوسف كون قن جبر حور العين وق حاكم واقصي يا حسن صيوها طو حس كيدون أقبو به قلبك أي حبيب جد حيسه أقادان حبيقونا كسياده ام مقدشو هوم سنتر قبدا حاج وقاد مقدشو هوم سنتر واحد ديار كولتا هاي دمان نعيضة اقلاضة تشيفكا فرديادة ايا قلبك ستور هيرك اللوغة بهاني هاي قلبك حفيسيادة روغاقة ايا اقبك قددا او دمايستران ايا قلبك الكترونيكا وحانا يكوتا لا دقمدا بوندره كارهانا نواحيقة ازجيسك تشوبا اما بوسلي كلا حرير نمبر هذا شاشدك هاقا موضة سؤالي وادا مركلة دعوة ديان ولي واحد لصعتان برنامج كي وركا عاوة وهجاك محمد أن كبل أو إنه وهذا هذا أيضا نتياهن أولي هاي مكنا واحد شيء سألوا جاري مريكن كنا إليهم وحبال اللي قبل دليل دوانا قضى بدي هراء إسلام مركز أنا هذا حماس أي موقف كذا كسر صحتي أريتهم ضد بدن واحد إليهم إسرائيل أي وقت دارس أي أطهاي ينا ديال كان سيوده سيدا يكون إذا يعني بين عيلة فلسطينيين محاه هذاك عصب أو لس أوران كرا من رب النقان كرانو كده دونان كرانو وده هذا الذي هو رأيي أن أمني حماس إني كأت كيس أنا يسوع إن دسيه بايدن وسويت كذي لبدي جولاي إيه أقبله موقف كحماس سعد أيه وشجعن داوداش إجبي أنا رأيي أنا وشجعن مرك أي تمادو أرمها حبت جوجين تقلني على حماس إن واحد ذكرت مجرت أنا أيه قاعين موقف كده وعدي مريكن هدي أوروبا إن أمير مراهن دسيه وسوي جدي مدحين بايدن وينو خو قصبة بيرادين حماس وعتري وينو خو قصبة إسرائيل إني عقبشة إسرائيل دجال كإني كوجبتي أيال سكودية إن لو ما رأيو وحي هراء أيه وشجعين دجال ككوي ذي يو مريكن سكودية إنه سياسة كوكانو هشيس كأي أوروبا إنه خيامه يو حسدا ومرن قصميو لكن حماس أنت وياك كورسنت هاي إسرائيل هدي دجال كان أوسي صعدا معها أكلي إن يدن أوجرتو لنا حماس حماس وح أي قبطاء إن أيضا كإسرائيل ونسي ودي كلن دجال كان هذا أنا واحد موقتا إن أيضا كل أحد يسينه خلاف قبل وضي أحد يسينه سلاكيشي وين سعسليان إن أيضا بدنا يكون جبيان إن روم بدنا يصاب حيسو إن ورباهنتي إسرائيل إيه خبرات إسرائيل كهرليان إن ملتريك اللي حديثة وزلحياء كجيرو لكن حماس موقف كيدا هو رأيان وشاق من داوداش HBN فرياش وضاها حضالات عيدا هايستا مريكن كأياكو هاري نحن هذه عدالات من نقونين لباتن كي السنة الرسول دافي حدا نوحا موقتا إسرائيل أقب ملتري قلب ملتري إن حق ولا إن استفاع دو دبلوماسيات وحو البوكو دفاعي لكن وحا النقطي إن إن وحبس زو كردين كريم waxaan muuqata in ay adag tahay in ay adag tahay in dagaalkani uu ku joogsado sida Saudiya Mareykanka ay rabaan waagirt way maxamed waxaas wararkayagii ku jiray ugu dambeeyay gaar ahaan barnaamijka qobanaha ay xalay baxay xog warbaahinta Mareykanka ay ku sheegayso waxa hadalkay u dhigtay in Mareykanku u soo jeediyay Israa'iil iyo Masar labadaba بدب كفيلادلفيا أو حبيت دم برنامج وين أنا كذي عارندونا إن لو حيره قلب كاميروين يا درام يالله إسلام كاسنا قل كهستيس إن تلو قدر دربيا لقى السيو عرقي الشوب سهوب كان كاسي أنا وصل جدا سيدا ورك الله نجى عرفت أسي من قن كرتا من مال مرة كرتا أو إسرائيل كين كرتا أنا كبحنا في فيلادلفيا أو نتياه وليه هاي خوبا ماشي أسكسو جد بيا معلومات كمريكن كإسرائيل أي وضعن أي سدد بن ربان إني أقول شقيسو مصر وأدي بدنتها إنه مرمر نقضه إذا هالكاس إيمان كرم مجيرو أما هالنقضان هو عرب قصعدة أما هالنقضان مصر لفتر كذا حماس وحي قبان إسرائيل أي ملتريهان أقعد كادين ماشي اسمه جيرو كرتو
waxa ku haray agabka iyo qalabka military ee la keenay Hamas una qabteen ayaa lagu hayay muddo dheer hubkan iyo sanadan ay isku difaaciiso ayada samaysatay gacanteeday ku samaysatay hore ayaa daawadaasha HBN ugu sheegnay in saaxiib la aan hoggaamiyaha militaryga ururka Hamas Mahmoud Daif in ay muddo dheer ku taamayeen in ay gaaraan isku filasho xag hubka hubkii Mareykanka ee ugu casrisanaa ee la siiyay Israa'iil bombooyinkii qarxi waayay ayaa ilaahay agab uga dhigay 14 sano soo socota ayay ku dagaalami karaan ilaa marka hadallada ay Israa'iil iyo Mareykanka isla wadaan Masarna una camlaynayso uma muuqato in ay Hamas dhankeeda ka socoto dagaalkan laba jiha ayuu ku dhamaan karaa Israa'iil iyadoo ciidankeedu inta adkeysan waayay iyadoo aan xabad joojin dhicin inay gurtaan in dagaalkani uu sii ballaarto keenona dagaal goboleed ayay khabiirada hadalku u dhigayaan Cabdi Baari Cadwaan si buuxda ayuu u sheegay in qorshaha laga wado dhidibka Philadelphia in uuna Hamas ka dhaadhicin Hamas militarigeeda kalsooni buuxda ayuu isku qabaa shacabkooda adkeysi ayay leeyihiin ma rabaan dhibic ka mid ah xuquuqdooda inay ka tanaasulaan sida uu sheegay mid ka mid ah mas'uuliyiinta ururka Hamas waa garta way aanu imaanno dhankan shiinaha 21 billion oo lacag aad u badan inkastoo la dhaliilayo madaxda Afrikaanka oo leeyahay waxaynu aragnaa shirka Yurub iyo Afrika shirka Afrika iyo Mareykanka shirka Shiinaha iyo Afrika shirka Ruushka iyo Afrika shirka Turkiga iyo Afrika oo madaxda Afrikaanku ay isku tagayaan haba wadan oo hal wadan uu shirinayo taa la dhaliilayo laakiin haddana Shiinaha ma la oran karaa wuxuu soo jiitay qaarada Afrika arinta la yaab kale waxay tahay dhammaan madaxda Afrika meesha tagtay 13 wadan ayaa tagay inta kale waa hoggaamiyaal ra'iisul wasaareyaal iyo madaxweynayaal marka laga reebo laba soo dirsatay wakiilo arrinkan muxuu ka dhigmaa arrinkan wuxuu marqaati cad u yahay in adduunka isbedelayo dukaanka kaliya ee adduunka ka furnaa wuxuu ahaa dukaanka Yurub Yurub dukaankeeda hadda wax lagu gado lama arko iskarafalayaashu waa maran yihiin dadka wax gadan kara ee sicir cadaalad bixin kara ayaa hadda Afrika iyo adduunyada saddexaad u hanqaltaagaysa wararka laga qorayo kulamadan iyo sida wax u dhacayaan ee reer galbeedka hadda dhageysato waa yaabaysa waxa weeye dadkii ay saaxiibada la ahaayeen oo dhan ayaa barqacad ka dareeray Mareykanka iyo Yurub waxaa loo baahan yahay sida uu hore u sheegay mid ka mid ah mas-uuliyiinta Hindiya gaar ahaan khabiirada arrimaha Yurub aad u yaqaana in loo baahan yahay in Yurub ay dib u fiiriso taariikhdeeda iyo waxa ay ku kordhisay gobolada ay hore u gumaysan jirtay waxa uu ahaa ganacsiga mid hal dhinac u janjeera ayaga wax laga iibsan jiray in adiga wax soo saarto isku filnaato ma ogolaan jirin ma ayna isku dayi jirin inay kaabayaal u dhisaan Afrika hadda Afrika waxay helaysaa wadooyin tareemo diyaarado basas baabuur warshado waxaas waa dhibayaan wadamada reer galbeedka sababtoo ah keligood ayaa faynist u shidneyd hadda marka Turkiga waxa uu haystaa xirfad ayuu kordhinayaa iyo waxa uu ka bedelanayaa wadamadani khayraadkooda waxa uu uga bedelanayaa xirfad iyo waxqabad Ruushka sidoo kale wadamada Shiinaha sidoo kale Yurub waxa way ismahadiyeen waxa ay la ahayd adduunka inuu meel ugu xiran yahay laakiin hadda waxay ogaadeen dadka meesha ku xiran ee laga tagay inay ayaga yihiin hadda ka hor ayay waxay ku tilmaameen ururka midowga Yurub inuu yahay jardiino adduunka intiisa kalena waxay ku tilmaameen inuu yahay kayn hadda waxa muuqata jardiinada inay adduunka intiisa kala tahay kayntina inay ayaga yihiin waa garta waya dhinaca aynu ka eegno kale Ruushka hadalkan kasoo baxay Putin ee ah fashil iyo guuldarro ayuu kusoo dhamaaday weerarkii Ukraine ku qaaday gobolka galbeedka wadanka Ruushka ku yaala Kursk arrinkaasi maxaa lagu fasiri karaa ma faham bay ka tahay mise Putin waa u dhameeyay ciidankaas bishii August 6-deedii weerarkii la qaaday
خبيرتي أردن وحيس كرعين إن يوكرين إن ديار وحين إن وير رصاص وكلا قادو لكن تلادا يو أجبك يو سرتا يو غير قلبيت كي تاجيري أيا كنت ترسي إذا توان كن أه أيا هلك كدولي إذا كأسنا أردا وحير أيا كبد بادي ودوينو بوتين ورك الشيء واحد ويه إنه خرط قصميان إن أي صور ران ودن كيس جديدة حدنا أي دماغ صناعيان إنه عرقت قليان هرو مركز إيدن كيس وسميني لكن هاد درتان عكس كذا يا داعي ويري دفاعي أوكرانيا يا إذا ما دي توبرك في عن قبل أنا لقى قاضي هاد إيدن كأنه سدر درعة أي سوق بلارني عن قبل كده بس وحنا مو قطع إن سياسة دي lugu weeraray gobolka Kursk in haddartan ku noqotay mid culays weyn ku keentay Ukraine iyo wadamadii taageeray waagartay maxamed aad baad u mahadsantahay daawad yashuna maasi in taas yar caaw ku soo gabagabeenina barnaamijka waxa ay naga xasuusaa daawada si aad u hesho wararka barnaamijyada iyo macluumaadka televisionka HBL oo soo gudbin hadii aad ku cusubtay barahaana bulshada ama hore aad aanu xirnayn ku soo biir waayno barnaamijka xiga insha Allah inta ka horaysa nabadgelyo qorshaan ku haya ayaa hadaad qaaradaas Yurub iyo Ameerika ku sugan tahay iyo meel kasto dunida ka joogto qoyskaaga iyo saaxiibtaada ku nool dalka Soomaaliya lacagta ugu dir Ria Money Transfer oo ku sahleysa inaad bank account kooda IBS lacag ugu dirto ama ay ka qaadan karaan xarumaha IBS Bank IBS Bank iyo xawaaladda Ria Money Transfer ayaa ku suurta geliyay inaad kaga baxdo baahida lacag dirista degdeg ah eelkaaga iyo saaxiibtaada ku nool dalka Soomaaliya hadda ugu dir Ria Money Transfer hadda ka qaado IBS Bank faahfaahin dheeri kala xiriir telefoonada shaashada ku qoran sana kerris waa madal si dhaba suuqyada banaann iyo shaqo sahaminteed saldhigeedu yahay waxana ay si wacan ula soconaysa sida aad rabto wayna saacida sana kerris ee adiguna la soco oo sidii hore ka dhayo ma tahay xirfad la ka shaqeeya ama danaynaya inuu ka shaqeeyo qaybaha daryeelka caafimaadka ee keerka loo yaqaan dhamaan gobolada dalka UK haddii ay jawaabtaadu ha tahay xarunta Sana Careers waxay idin soo wadaa fursad aad ku heli karto shaqooyinka keerka oo kaaga mushaar badanaya inaad u shaqeyso care agency adigoo adeegsanaya adeega casriga ah ee Sana Careers Sana Careers waxay ka caawinaysaa inaad hesho shaqooyinka dhanka keerka sida hourly care shaqo saacadlaha night shift care shaqo shift habeenka leave in care shaqo guri la joog bukaan respite care inaad beddesho qofka adeega keerka ka shaqeeya xilliyada fasaxa dementia care inaad caawiso ama xanaanayso dadka waayeelka oo ogaalkoodu daciifo Sana Careers waxa aad kaga marmaysaa inaad u shaqeyso agency oo adiga iyo loo shaqeeyaha ayay isku keen xiraysaa nidaamkana waxa uu suurta gelinayaa inaad ku shaqeyso mushaar ka wanaagsan agency-ga kaliya waxaad u baahan tahay inaad booqato website-ka www.sanacareers.com oo aad iska diiwaan geliso kadibna aad doorato shaqada aad doonto goob kasto aad doonto oo ka mid ah dalka UK wixii faahfaahin dheeraad ah kala xiriir oo booqo www.sanacareers.com ama telefoonka iyo emailka shaashada kaga muuqdo dhaqtarka daryeelka iyo qurxinta ilkaha ee Ramadan Dental Clinic haday ilkahaagu ka bololeen barmaqan yahay oo amay burbureen haday midab boor la soo baxayaan ilaa ilkahaagu waa bilicde bartii qurxinaysa soo booqo balanta ka qabso ilkaha bilicso hamoogaan dhaqtarka ilkaha ee Ramadan Ramadan Dental Clinic waa dhaqtar la isku raacay oo sumcadiisu sareeyso dhakhaatiir aqoon iyo khibrad leh ay ka howlgalayaan adeegyada uu bixinayo waxaa ka mid ah ilka beerista iyadoo cirriska lagu talaalayo ilig walba iyo gelinta ilkaha oo noocyo kala duwan ah oo casri ah qurxinta ilkaha raaran ee kala fogfog ama dhaadheeraaday daweynta suuska daweynta cirridka buuxinta ilkaha cadaynta ilkaha daweynta iyo hagaajinta ilkaha jajaban iyo dhammaan adeegyada ilkaha xarunta weyna waxay ku taalaa suuqa hoose ee agagaarka astaanka basaska ee Xiraawr ee Hargeysa qaybta labaad ee Hargeysana waa kasoorjeedka Oriental Hotel dhinaca Koonfureed qaybta burco waa kasoorjeedka xarunta guud ee Telesom wixii faahfaahin oo dheer iyo kala xiriir telefoonada shaashada kaga muuqda